وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الإرهاب بيعرقل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وشدد شكري على أن مصر حريصة على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبتأمل في إقامة جسور من الثقة بين الطرفين. كمان شدد وزير الخارجية على التزام مصر بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. إن الزيارة التي أقوم بها إلى إسرائيل اليوم تأتي في إطار جهد مصري نابع من شعور بالمسؤولية تجاه تحقيق السلام لنفسها وجميع شعوب المنطقة، ولا سيما الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي الذين عانى لسنوات طويلة من جراء امتداد هذا الصراع الدموي البغيض. تأتي الزيارة في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي عبر عنها في 17 من مايو الماضي لتحقيق سلام شامل وعادل بين الجانبي الفلسطيني والإسرائيلي ووضع حد نهائي لهذا الصراع الطويل. فهذا الإنجاز إذا تحقق سيكون له آثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ومصر مستعدة للإسهام بفاعلية في تحقيق هذا الهدف استنادا إلى تجربتها التاريخية في تحقيق السلام والثقة التي تحظى بها كداعمة للاستقرار ونصير لمبادئ العدالة.